الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في برنامجكم في ليلة من ليالي رمضان خير زاد. عش في حدود يومك، هذه الكلمة التي لها سريان في القلب كأنها البلسم الشافي لكل أولئك الأشخاص الذين يخافون دائما من الغد، الذين يحسبون للغد حسابات كثيرة ولكنهم لا يتقنون فن أن يعيشوا يومهم الذي يعيشون فيه، فهم بهذا الفكر يضيعون اليوم الذي يعيشون فيه ولا يستطيعون أن يحصلوا على اليوم الثاني أبدا. وكلما عاشوا قلق في زاوية وهم في زاوية، كلما نقلهم هذا القلق وهذا الهم إلى هم جديد وإلى غم جديد دون أن ينجزوا أي شيء. لذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا، أي لا تنظر ولا تتابع ولا تفكر إلا في تلك النعم التي أفضتها. التي سوف تعرض على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عملا جديدا يرفعك، يرفعك في الدنيا بناء ويرفعك عنده يوم القيامة سبحانه وتعالى مكانة ومنزلة. من أصبح أيمنا في سربه، الأمن والعطاء، معافا في بدنه، عندك صحة كاملة وعندك قوت يومك، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. أي عطاء الإنسان بحاجة له في هذه الحياة أكثر من هذا العطاء؟ أن تصبح وأنت ومن يلوذ بك من الحياة كلها تعيشون حياة الأمن والاستقرار، ليس عندك خوف من أحد، وليس عندك جوع تتعذب من أجل الخروج منه، ولا يوجد عندك في لحظة من اللحظات مرض لا في جسدك ولا في أهلك ولا في أي عنصر من عناصر أحبابك. عندما تمتلك هذه النعم الكثيرة فأنت تعيش بكامل ذاك العطاء، فلماذا تذهب وتفكر في شيء آخر؟ لماذا تؤلم نفسك وتدخل نفسك وتدخل هذه الروح وتدخل هذا الجسد وتدخل هذا القلب في هذه الأفكار التي أنت لا تملكها أبداً، وأنت لست باستطاعتك أن تحركها أبداً؟ أنت ليس لك إلا أن تعيش هذا اليوم بكل أبعاده، فهو النعمة التي تملكها حقيقة. لذلك كان يقول أحد المدرسين الجامعيين في الولايات المتحدة لتلامذته عند كل صباح
ليعلمهم كيف يستطيعون فعلا أن يكونوا ناجحين. يعلمهم دعاء السيد المسيح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. كان يعلمهم هذه الفكرة من أجل أن يعيشوها في حياتهم، من أجل أن تصبح هذا الجهد المبذول في هذا اليوم يستوعب اليوم كله، ولا يلتفت الإنسان إلى يوم آخر لا يملكه أبداً وليس باستطاعته أن يجسد فيه أمراً آخر، لأن هذا اليوم لم يأتي بعد. هذا الدعاء كان ذاك العالم وذاك المدرس الجامعي يريد أن يهيئ تلاميذته الجامعيين من أجل أن يعرفوا كيف يبدو مستقبلهم الحقيقي. المستقبل الحقيقي يبتدئ بهذه الصورة، يبتدئ كيف تستفيد أنت اليوم من هذه الصورة، كيف يمكنك أنت أن تستفيد اليوم من هذا اليوم الجديد، كيف يمكنك أن تجعل من هذا اليوم كما أسلفنا ورقة رابحة لك للأيام القادمة، كيف تجعل من هذا اليوم لبنة في بناء جديد لا تصبح في الغد تندم عليه. لأن من يعلق آماله دائما على المستقبل ويقول أريد أن أفعل كذا وأريد أن أفعل كذا وأريد أن أفعل كذا، يخطط لكل شيء ولكنه للأسف يفقد هذا اليوم الذي يعمل فيه. لذلك كان ديل كارنجي يقول: لا تذهب نفسك بالنظر إلى هدف بعيد يلوح لك، ولكن انظر إلى ما بين يديك من أعمال وأنجز هذه الأعمال التي بين يديك، لأنك عندها سوف يكون لك ذاك النجاح الذي سوف تسطره ويكون لك. أما أن نجلس فنندب حظنا كما يفعل الكثير من الضعفاء، وكما يفعل الكثير ممن فشلوا، وكما يفعل الكثير من أولئك الأشخاص الذين لم يعرفوا قيمة يومهم ولا يريدون أن يعيشوا في حدود اليوم، في حدود اليوم الذي يعيشون فيه، لأنهم يذهبون وللأسف كما قلنا يذهبون اليوم بألم الغد، ثم بعد ذلك يعيشون في حالة من الحسد التي توصلهم فيما بعد إلى حالة من اليأس، فهم يحسدون فلان ويحسدون فلان، من أين أتى فلان ومن أين صرف فلان وكيف بنى فلان وكيف وصل فلان إلى المجد الفلاني وكيف وكيف وكيف، وهم ينظرون ينظرون إلى هذا الوضع، وهذا الوضع يأخذهم من حالة إلى حالة ومن حالة إلى حالة حتى يصلوا إلى اليأس، فيكونوا مثل ذاك الشخص الذي حطم كل السفن بعد أن وصل إلى اليوم الذي يريد، وعندما أراد أن يرجع لم يجد أي مركبة يركب فيه في هذه الحياة. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، في هذا اليوم من أيام رمضان، في هذا اليوم الذي نريد أن نحمل فيه زاداً يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى، ويجعل منا أشخاصاً يعيشون هذا اليوم الذي نعيشه ونكتسب من هذا اليوم الخبرة. لا تشكي الفقر ولكن اعمل، لا تشتكي كثيرا ولا تتضجر من وقتك، فإن هذا الوقت هو رأس مالك. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كلما أصبح في الصباح يقول: اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعلى جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. أي أنت تعيش اليوم، تعيش أيها الأخ، تعيش أيها الإنسان، تعيش أيها المؤمن، تعيش في نعم كثيرة. حاول أن تلتقط هذه النعم، حاول أن ترى هذه النعم التي أقبلت عليك وأنها قد ملأت عليك يومك. افعل واجعل من هذه النعم التي ملأت عليك يومك كيف تجسدها في كل صور هذه الحياة. تندب حظك، ومن أجل أن تقول بينك وبين نفسك: أنا لا أملك وأنا ضعيف والأيام كلها
هي تقف في وجهي، الناس يقفون في وجهي، حتى حتى الأربع والعشرين ساعة تقف في وجهي، كل الناس يريدون مني يريدون لي الفشل. ولكن هل جربت أن تستغل هذا اليوم؟ جاء أحد الأشخاص إلى رجل يظن أنه ربما يعطيه، وظن أنه إن مد يده في تلك اللحظة خفف على نفسه عبء عمل طويل، كأنه كما يقال اليوم يريد أن يختصر الطريق فيصل مباشرة إلى كل ما يصبو إليه دون أن يبذل أي جهد. قال له ذاك الرجل الذي قصده: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن؟ قال: نعم. قال: إذن أنت غني ولست فقير. فقال له ذاك الفقير: وأضيف لك بعد ذلك أن لي غير الزوجة والمسكن عندي خادم يخدمني. فقال: أنت غني ولكنك لا تدري أنك غني. فأنا وإياه على وجل منه. من منا يمتلك أن يستبقي السعادة التي يعيشها اليوم إلى الغد؟ من منا أقوى قوة في الأرض لا تستطيع أن تملك هذا الأمر، لأن هذه الحياة نحن لا نصنعها، نحن نعيشها، نحن نتحرك فيها، نحن نتقلب فيها، نحن لا نخططها، نحن ربما نهيئ ونبذل الجهد فيها من أجل أن نكون أكثر سعادة وأكثر عطاء، ولكننا نحن لا نصنع اليوم، نحن نصنع في هذا اليوم. قيل له: ولم يبقى بيني وبينهم إلا هذا اليوم، اليوم الأول، اليوم الوسط هو اليوم الذي نعيشه، وأنا في هذا اليوم أمارس يومي كما أمرني سبحانه وتعالى أن أعيش. فأنا أبذل وأعتصر في هذا اليوم كل ما هو مطلوب مني. اليوم الخطاب الذي نريد أن نخرج به من حالة القلق التي يعيشها كثير من الناس، وهي من التقوى أيها الإخوة المؤمنون. كما نقول دائما، ليست حالة التقوى هي حالة عبادة في المسجد، وليست حالة التقوى هي تلك الحالة التي ربما يعيشها الإنسان وهو يقوم بأي نوع من أنواع العبادات. العبادة في عالم الواقع.
من حولهم حتى يصلوا في لحظة من اللحظات ربما إلى لعن أنفسهم ولعن من حولهم. إذا أردت أن تخرج من هذا المرض، من هذا القلق، من هذا الألم، ما عليك إلا أن تملأ وقتك في عمل يرجع عليك بالخير. املأ وقتك بالعبادة التي طالبك الله عز وجل بها. املأ وقتك في حركة في واقعك تعيش بها بينك وبين الخلق، تعطيهم ويعطوك، تعيش معهم، تعيش آلامهم ويعيش آلامك، تنزل من أجل أن تبني وتتعلم وتعلم الآخرين، تنزل إلى هذا الواقع من أجل أن تترجم حالة العبادة الحقيقية. العباد الحقيقيون أولئك الذين يكونون بالليل رهبانا وفي النهار فرسانا، أولئك الذين يعيشون يوم القيامة في داخلهم، يعيشونه في الدنيا قبل أن ينتقلوا إليه، فهم يرصدون اليوم الآخر، يرصدون كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيترجمونه في هذه الحياة التي يعيشونها. أولئك الذين سوف يعيشون دون هم، أولئك الذين سوف يعيشون دون قلق، أولئك الذي لن يتسلل أبدا إلى قلوبهم وإلى أوضاعهم ولا إلى نفوسهم لا هم ولا غم ولا تعب ولا نصب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الهم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.